رجعنا معكم مشاهدينا ومع ديانا، جمعت لنا أبرز الأسئلة بخصوص فيروس كورونا واللي وصلتنا من خلال تويتر وإنستغرام، وكثير من الأسئلة وصلتنا. حياك الله من جديد ديانا. أهلا وسهلا نيسان صباحا. طبعا احنا حنحاول نجاوب عن أبرزها، ومعنا زميلتنا دانا زي ما ذكرنا هي اللي تعد الفقرة الطبية في البرنامج طبقا لاختصاصها، ودائما متابعة لأبرز الأخبار في عالم الطب. فديانا احنا عندنا أسئلة مرة كثيرة، والناس كمان عندهم أسئلة مرة أكيد كثيرة. وأنا كمان عندي أسئلة كثير لنا احنا الموضوع. طيب يلا نبدأ معاكي مع أول سؤال من أم ليان، تقول هل الفيروس يشكل خطورة وما هي علاماته الأولى؟ أول شيء أكيد الفيروس بشكل خطورة، لأنه منظمة الصحة العالمية أعلنته كوباء، وكتير هلأ قربوا أنه لمرحلة إعلانه جائحة. من وباء إلى جائحة في فرق، الوباء بينتشر بمنطقة معينة أو بعدة بلدان، ولكن الجائحة تنتشر عبر القارات، ومثل ما شفنا هلأ انتشر بالولايات المتحدة الأمريكية، بأوروبا صار في بلدان عدة. والجزء الثاني من السؤال، هل ما هي علاماته الأولى؟ للأسف العلامات الأولى يعني بتشبه كتير علامات الزكام. أيوة. إذا فينا نقول، أو الفلو اللي بيجي الموسمي بفصل الشتاء، منها السعال، منها ألم في الصدر، منها أيضا الكحة، أيضا سيلان الأنف. ولكن أي من هدول، أو حتى الصداع والحرارة، طبعا الحرارة هي ميزة هذا الفيروس كورونا كوفيد 19 أو كوفيد 19، ولكن أي عارض أنتم بتحسوا فيه اليوم مفروض أنكم تتوجهوا للأطباء المختصين لحتى يكشفوا، لأنه عم بيعملوا الفحوصات اللازمة لحتى يكشفوا هل هو كورونا فيروس أم هو فقط فلو طبيعي. خلينا نشوف سؤال ثاني، يقول هل يوجد له علاج نهائي للقضاء عليه؟ يمكن هذا كل الناس بتتساءل انه تتمنى لو كان في علاج ما كان انتشر بهي طبعا بهالشكل الواسع. طبعا لليوم عم بيحاولوا، في جهود جباره يعني اليوم بالعالم اجتمعوا كثير من العلماء والخبراء لحتى يشتغلوا على لقاح. للاسف لهذه الفيروسات او هذا النوع من الفيروسات ليس هناك عقاقير طبيه او ادويه ممكن انه تاخذيها وخلص تروح كل الاعراض، ولكن اللقاح طبعا عم بيشتغلوا عليه، في بعض النتائج تكون واعده، ولكن للاسف هذه النتائج لحتى توصلنا لنتيجه اخيره كلقاح ممكن انه نحن نستعمله ممكن ياخذ المدى سنه كامله لحتى نوصل للنتيجه النهائيه. نعم. في ايضا سؤال يقول ما هي مسببات هذا المرض عافانا الله وإياكم؟ هلأ في كثير من الفيروسات التاجية أو الكورونا فيروس هي منشأة من الحيوانات البرية، الطيور اللي حوالينا، الوطويت مثل ما شفنا بالصين انتشاره، يعني أكدوا أنه من الوطويت، لم يؤكدوا بعد. هاي هي المشكلة، أنه كثير في معلومات لسه ناقصة عن بنية الفيروس كبنية من ناحية بروتيناته المعروفة، غير معروف يعني خصائصه بعد غير معروفة وهو في قيد الدراسة. أيوه. فهذا الشيء اللي عم لهيك عنا كثير أسئلة عنه. في سؤال كمان وصلنا من جدة يا ديانا عن الأعراض، فخلينا نشوف هذا الكليب، يمكن تتذكرتي نبدا، خلينا نشوف ونرجع لك. خلينا نشوف الشيء اللي أنا ماني فاهمه الصراحة، أو أغلب الناس يعني تتجاهله، بين الزكام العادي وبين الفيروس نفسه الكورونا. يعني ممكن تشوف أحد يعطس أو شيء، تجي له كحة أو شيء، تلقى العالم تتنحش منه. فهذا هو يعني السؤال اللي في بالي، يعني أو اللي أدور عليه إجابة. يعني هذه كان بعض آراء الناس. أيوة. أو هذا الشخص آلاء محمد أيضا تسأل، تقول هل من الممكن أن يتطور بشكل أسوأ من هذا، وما هو أو ما هو الوقت الذي سنصل فيه إلى عقار فعال وسريع ضد الفيروس؟ وأيضا الشخص اللي شفناه يتكلم عن الأعراض، وهو يعتقد أنه أعراض هي نفس أعراض الحمى العادية أو الزكام العادي. ممكن هذا جواب طبعا جاوبنا عليه من قبل، انه الاعراض مشابهه. ولكن في عالم ما عنده اي عرض وبتكون حامله للفيروس، فالمفروض انه بتوصل لمرحله بفتره 14 يوم اللي هي الفتره الحاضنه للفيروس. بهي الفتره اذا حس، ممكن يحس بتوعك، ممكن يحس بتعب الى اخره، ولكن ممكن ما يصير عنده كل الاعراض تظهر عليه. قولي هاني والله كترنا اسئله، بس كنت حقول انه هل ممكن ينقل العدوى قبل ما يعني يظهر فيه الاعراض؟ اكيد ممكن ينقل العدوى، لانه بتنتقل العدوى مثل ما شفنا بالفيديوهات اللي حطيناها على الشاشه، هي
كلها فيديوهات موثقة من منظمة الصحة العالمية، ممكن حتى عن طريق الحكي بيقولوا لك أنه ما لازم تقربي كثير عن الشخص، لازم تكوني على مسافة كذا متر، ما تكوني متواجدة بأماكن مزدحمة، لأنه كل هذه الفيروسات تنتقل عبر الرذاذ مثل الرشح العادي، مثل الزكام العادي، أو حتى من سعلة. إذا نحن سعلنا وبعدين حطينا إيدنا على تمنا، بعدين حطينا إيدنا على الأسطح، بيجي الشخص اللي بعدنا بيحط الكمبيوتر تبعه أو اللابتوب ببلش يشتغل، فبالنهاية أنه ممكن ينتقل الفيروس له. ألا كمان من خلال انستغرام تقول هل ممكن بالصيف بسبب شدة الحر يختفي الفيروس؟ وهذا الموضوع تكرر كثير، كل الناس بتسأل ديانا يعني، لدرجة أنه الناس بدأت تخطط للصيف أنت تسافر عشان هم متأكدين أنه الفيروس حي. يعني صار في كثير طبعا يعني أخذوا عطى بهذا الموضوع، وكمان بعض الرؤساء صرحوا عن هذا الموضوع، ولكن العلماء لحد اليوم مثل ما عم نقولكم هذا الفيروس جديد كليا على العلماء، ما شافوا مثله من قبل. هو من فصيلة صحية من عائلة الكورونا فيروس التاجية، ولكن ما بيعرفوا خصائصه للأسف. اليوم طبعا مع تغير المواسم بسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ، عم احيانا مثل ما شايفين احنا مثلا اليوم عندنا كان امبارح برد، اليوم شوب، فما في ما فينا انه نعرف لبعدين شو رح يصير. الفيروسات بشكل عام، هذا النوع من الفيروسات اللي بتسبب الفلو او الزكام، هي فيروسات بتعيش في الاماكن البارده والرطبه، ولكن نحن كمان بصير معنا زكام بفترة الصيف إذا بتتذكروا. في بعض المختبرات عملت دراسات وأوجدت أنه لحتى الفيروس يموت، مش يموت هو منه شخص بالنهاية، ولكن لحتى يتم تثبيت كل البروتينات اللي هي فيه، ممكن يتعرضوا لحرارة أكثر من 60 درجة سيليسيوس، فأنت ما فيك تعرضي العالم لهي درجات الحرارة. في آخر سؤال معنا من لميس سيف جاء على الإنستغرام هذا السؤال، هل لازم نقعد بالبيت وما نطلع، وهل فعلا لازم ما نسافر؟ يعني أنا عندي سفرة على الأردن بآخر الشهر، ألغيها؟ إيش رأيك دهنا؟ والله ما بعرف، كل واحد على مسؤوليته طبعا، ولكن كمان ما تصيبنا حالة من الهلع أنه تمنعنا أنه نشتغل شغلنا اليومي، أنه نعيش حياتنا مع عائلتنا مع أطفالنا. ولكن كمان منظمة الصحة العالمية اللي عم نشوف الموقع بالعربي اليوم، إذا بدكم تاخذوا منه كل المعلومات، بتنصح عدم السفر، تنصح. نعم. ما عم بقول انه تلغي، ولكن اذا فينا نقلل من تنقلاتنا عبر الدول والقارات بيكون احسن لنا وللعالم، لانه كل شخص مصاب بدون ما يعرف بينقل لثلاث اشخاص اخرين. نعم. وكل شخص بينقل لثلاث اشخاص، فانت تخيلي طريقه الانتشار قديش. نعم. سريعه. واليوم كمان هلا من الصبح كانت المعلومات الاخيره انه نسبه الوفاه للاسف ازدادت اليوم عن الايام الاخيره او الاسابيع الاخيره، اللي كانت 2% من نسبه المصابين تحصل لديهم وفاة، اليوم 3.4%. ابغى اقول لك شيء، في بعض الاحصائيات طلعت انه في ناس من الانفلونزا العاديه بتموت نسبيا اكثر من الفيروس، فيمكن مكبرين الموضوع. احنا نبغى نجاوب على الناس ونبغى نديهم كمان سبل، ولكن الانفلونزا العاديه نحن عندنا لقاح للانفلونزا العاديه. مزبوط. أوكي. صح. يعني فيك انت تاخذي الفلو شوت وتمنعي انك تنصابي بهذا الشيء، او تصابي بدرجه كثير خفيفه او طفيفه ما بتاثر عليكي. ولكن للاسف كوفيد 19 الفيروس ما في لقاح. نعم. لحد اليوم. وبالنسبه للسفر، كثير من الدول، يمكن ايضا الامارات اليوم صباحا اعلنت انه ليس منع السفر، ولكن تنصح انه ما بدك تسافر، يعني اذا ما في شيء مهم او مو شيء ضروري او مو شيء ملح انه الانسان يلغي السفر. أكيد. انا بس شفت شيء قبل، بس ما ننهي منك ديانا، شفت من جبتي بعض الاشياء عشان سبل الوقايه، الاشياء الاساسيه اللي انا كمان بستعملها، وكمان في كثير مني بالمكتب بيستعملها، اللي هي بس مجرد وايبس او زي هذا مناديل، مو مناديل معطره مبلله، بس هي مناديل معقمه. وطبعا بيكتبوا عليها انه ضد الفيروسات كمان، فانا يعني اول ما بدخل على المكتب او حتى بالبيت بحاول اني دائما حافظ على نظافه الاسطح، لانه مثل ما شفنا انه بينتقل عن طريق. وفي الاخير هو اهم شيء الهايجين والمناعه، اهم شيء النظافه الشخصيه. هي يعني هي شغله المفروض مو بس بفتره الكورونا فيروس نعملها، يعني طول السنه، بس السنه زياده شويتين زيادة. شكرا ديانا، يعطيك الف عافيه، ويمكن يعني ان شاء الله نكون جاوبنا كل اسئلتكم، ولكن كمان في اسئله على موضوع الخوف. يمكن في ناس فعلا، يمكن أكيد. انتشرت الاشاعات، كثرت الكلام، كثرت الاسئله، فالناس شويه بداوا يقلقوا، لازم كمان نجاوبهم على هذا الموضوع. أكيد.